عليكم اخواتي وتتبعين قناه مطبخ عالم اميس. كنتمنى تكونوا بصحه جيده واحوالكم بخير وعلى خير. باقي الحاجه ما عندنا ما نديرو الصبر وصافي. المهم اقتراحي اليوم غيكون عباره عن قريشلات بلديين ولكن بطريقه عصريه. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. هنا نكون دايره الحليب كيسخن ندوزو المقادير على بركه الله. عندنا الطحين حسب الخليط ولكن انا خليت واحد الكويز العنبه باش نعبر لكم ونقول لكم بالضبط. عندي واحد الكاس دانون طبيعي، واحد نص كاس الزيت، واحد كاس السكر، قبصه الملح، جوج بيضات مفروق الصفر على البيض. الصفر غنخليه هو الاخر باش ندهنوا القريشلات ديالنا، والبيض غنديروا في الخليط ان شاء الله. عندي هنا شويه ديال حبه حلاوه والنافع مطحونين، وعندي شويه الزنجلان، وعندي هنا شويه حبه حلاوه والنافع ماشي مدعوقين غير مفرفشين، واكيد معلقه ديال الخميره وواحد القبصه ديال الفاني. وعندنا كما قلت لكم هنا الطحين حسب الخليط ومعاه واحد الخماره. نتوكلوا على بركه الله. وتا هنا غنعبر لكم شحال ديال الكاس ديال العنبه ديال الطحين تقريبا. واقيلا هنا عندي 300 ديال الحليب بيضو استسمح، عندي 300 ملليلتر ديال الحليب. ناخذ الكاس باش نعبر لكم الكاس ديال العنبه. توكلوا على بركه الله. بسم الله الحليب يكون دافي. بسم الله على الكاس الاول. ها الكاس الثاني، جوج كيسان ديال الحليب العنبه. غنزيد عليهم داك دانون طبيعي. واللي ما عندوش دانون طبيعي يمكن له يكتفي غير بالحليب. هادو ما فيهمش الزبده، العجينه ديالهم بليطو ما فيهاش الزبده. والقريشلات البلديين كيتكون فيهم ما كيكونش فيهم لا دانون، كيتعجنوا غير بالماء. انا المهم غندير لكم القراش البلديين ديالي اللي كندير، غير كنديرهم مدورين. دابا غندير لكم بطريقه عصريه ان شاء الله. كنخلط نزيد السكر ونزيد هنا عندي باش نقول لكم بالضبط شحال. غنعبر بمعلقه كبيره وعلى حسب الجو تقريبا، ما عامرهاش بزاف، مسوحه ومسوحه كاع اكثر من الكلاس. الحال حنا عندنا باقي شويه الحال بارد ما كاينش صعب بزاف. غنزيد عليها الزيت، نص كاس د الزيت باش يجيونا زوينين. غنديرهم بحال شكل الطريقه ديال العجينه ديال 10 دقائق باش ما ياخذ ليا الشوط بزاف. دابا غنغطي عليهم واحد 5 حتى 10 دقائق ونتلاقاو ان شاء الله. اخواتي من بعد ما خليتها ارتاحت واحد 10 دقائق، هانتوما كتشوفوها كيفاش ولات. دابا غنزيد عليها البيض، البيض قبصه د الملحه، نافع حبه حلاوه، غنزيد الزنجلان وداك راس المعلقه د الفاني. هذاك الفاني بودغ اللي كيتباع ماشي الساشيات، لان الساشيات صراحه ما فيهمش ريحه، ما كيعطيوش ريحه نهائيا. من بعد ما خلطت الخليط وتجانس غنحطو في العجانه
اللي ما عندوش العجانه يمكن له يعجنو بيديه، ما كياخدش وقت بزاف. في هذه الاثناء هذه غناخد الكاس العنبه والطحين راه مغربل، غنعاود نزيد نغربلو هالكاس الاول هالكاس الثاني توتال. هاد الكميه ديال السوائل اللي عطيتكم خرجت ليا، دخلت لي 8 الكيسان العنبه ديال الطحين. كما قلت لكم العجين خصها تكون متماسكه وطريه، ما تجيش كتلصق بزاف. انا غنستمر بهذه الطريقه هكا. انتما كتشوفوها بدا كيتجمع لي العجين، لبست له كاس واحد اخر. غنفرغ داك الفوي ديالنا من العجين وغندي لو بول العجانه باش تعجن. وهنا راني ضفت داك الكيس الخميره الكيماويه وغنخليها تعجن ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم الشكل ديالها كيفاش كيكون. من بعد ما كملنا العجينه ديالها كتجي على هذا الشكل، ها انتما كتشوفوا ما كتلصقش اليد نهائيا. دابا غنغطي عليها، غندير شويه د الزبيد ميته وغنغطي عليها وغنخليها تخمر تقريبا واحد ساعه د المكانه ولا ساعتين د المكانه. ها انتما كما كتشوفوا اخواتي، بعد ما خليت العجين ديالي واحد ساعه وبعد بعد المكانه، ها انتما كتشوفوا الحجم ديالو قداش تضاعف. في هذه المرحله هذه كنحتاج زبده بودر مع بودر، وكنحتاج شويه د الجنجلان غنصهد نديها ونجيبها باش نخوي منها ديغازيها. ها كتشوفوا كيفاش رطبه. دابا غندير منها، نتوما على حساب اللي بغيتو، كبروهم صغروهم كيما عجبكم. شوف واحد الموز نقطعها، كل وحده ريحه ديالها رزازه، كل وحده نقسم على ثلاثه. بغيتو ديروهم كبار ديروهم كبار، بغيتو ديروهم صغار لكم حريه الاختيار. هادو غنديرهم صغيرين باش نشوفوا الحجم ديالهم كيفاش غيجي صغير. هادي نقسم هادي شويه. كنجمعهم بحال غنديرو الرغيفات. انا غنجمعهم هكا نستعمل بحال الطريقه هذه، ونخليهم واحد 5 دقائق باش يعطيوني الطوع ونتلاقاو ان شاء الله. اخواتي في هذه الاثناء كناخذ دوك كل كره كناخذها كنطلقها بحال هذا الشكل هكا. انتما كتشوفوها ما كتلصقش نهائيا، ما استعنت لا بزيت لا بطحين، كنحاول نطلقها على شكل مستطيل.
دابا غناخد داك الزبده اللي قلت لكم غندهنها. من الاحسن تكون الزبده هذه زبده الاكل ماشي زبده التوريق، هذه زبده الاكل وكندهنوها وكنرشوها بشويه زنجلان. وكما قلت لكم يمكن نديرو لي بيبي شوكولا، نديرو الزبيب، المهم اللي كتفضلوا. غنحاولوا ان نجبدوها نطلقوها بيدينا مزيان كما كتشاهدوا في الصوره. غنبزطها شويه بيديا ومن بعد غناخد السكين وغنقسمها على زوج وغنخلي الطرف الفوقاني مشدود. وراه كنظن ان الصوره موضحه الطريقه. دابا غنحاول نضفها بهذا الضفير على جوج كما كتشاهدوا اخواتي، وغنديرها على شكل وريضه. هالشكل ديالها كيفاش كيجي، انا غنستعمل ونتلاقاو ان شاء الله. اخواتي بعد ما كملت القريشلات ديالنا انا خليتهم يخمروا. هنا خديت جوج صفار البيضه، زدت عليه واحد معلقه ديال الحليب، خليتهم يخمروا تقريبا واحد ساعه الله بالمكانه. غندهنوهم، حاولوا تدهنوهم جميع الجوانب لان مازال غيدخلوا الفران، غادي تنفخوا. الفران راني شعلته على درجه حراره مرتفعه بحال غنطيب الخبز من الفوق ومن التحت، وغير غندخلهم غنقص عليهم طياب الكيك وغنطفي الفوق. هانتوما كما كتشاهدوا راني كنحاول جميع الجوانب ندهنهم بالبيض. غندير فوق منهم واحد شويه الزنجلان. انا غنستمر بهذه الطريقه ونتلاقاو ان شاء الله في الطبق النهائي. اخواتي كان هذا هو التقديم النهائي للقريشلات ديالنا، كنتمنى انه من الاعجاب ديالكم. هذو القريشلات بطريقه بلديه كيف ما متعودين حنا ديما. انتما كتشوفهم كيجيو مفشفشين رطيبين، وهادو بالطريقه العصريه على شكل وريضه راهم باقيين سخان دابا باذن الله. راني غنخلي لكم في التصاور الشكل ديالهم من الداخل كيفاش كيجي. واللي عجبته الوصفه ما ينسانيش اخواتي من التعاليق ومن اللايكات، واللي كيزور قناتي لاول مره ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس فضلا وليس امرا اكيد. وشكرا لكم اخواتي، والى وصفه مقبله ان شاء الله على قناتي مطبخ عالم ام مسك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.